الدولة المصرية الحقيقة خطت خطوات لتخفيف الآثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية لحماية المواطنين من خلال العديد طبعا من الإجراءات لتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، وإحنا تابعنا ده مع حضراتكم من خلال برنامج اليوم وكاميرا اليوم الحقيقة اللي نزلت وتابعت على الأرض، سواء يعني وزارة التموين من خلال منافذها، سواء أهلا رمضان، معارض أهلا رمضان اللي تم افتتاحها وبعد ما تم افتتاحها قال هيتم مدها. يعني الحقيقة الإجراءات كتيرة، ضبط السوق، ضبط عمليات الاحتكار وما إلى ذلك، شفنا حاجات كتير خلال الفترة اللي فاتت ولسه كمان مكملين. الدولة المصرية ما بتقفش عند هذا الحد، الدولة المصرية بأجهزتها الحقيقة بتقوم بمجهود يشكروا عليه خلال الفترة دي في عز هذه الأزمة، وإحنا خارجين من أزمة كورونا، دخلنا في أزمة طبعا عالميا يعني أزمة كورونا خرجنا منها وما زلنا فيها يعني، ومكملين مع الأزمة الروسية الأوكرانية، لكن الدولة المصرية في ظهر المواطن المصري. خلونا نروح نشوف التقرير. تواصل مبادرة كلنا واحد التي انطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي فعالياتها لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 60% للتيسير على المواطنين مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم. بستنى المبادره دي عشان اخد مثلا منها الحاجات كلها، باجي الم الزيت والسكر والحاجه دي وباخد بدون اللي انا عايزه بصراحه، الحمد لله تمام. يعني البانيه بره ب 90 جنيه، باجي هنا عامل 65 جنيه. البيض مثلا، البيض بره مثلا كرتونه البيض عامله 70 جنيه، باجي هنا عامله 45 جنيه. لا الاسعار هنا احسن، اليميش والقمر الدين والبقوليات والمكرونه لا سعرها اقل من بره. الاسعار بالنسبه للمواد الاساسيه او السلع اللي احنا بنتكل عليها في البيت او كل ربه بيت بتتكل عليها كلها ما شاء الله اسعارها نازله جدا عن بره، مثل الرز، مثل الزيت، المكرونه. المبادرة التي انطلقت في 15 مارس الجاري ستستمر حتى 13 أبريل المقبل بالتنسيق مع كبريات السلاسل التجارية بإجمالي 993 فرعا، إضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة بجميع أنحاء الجمهورية. بصراحة هو هنا الأسعار بصراحة كويسة عن بره بكثير، لأن بتفرق في السعر وفي الجودة برضو، وكل حاجة متوفرة والحمد لله. سيادة الرئيس موفر لنا كل حاجة يعني الحمد لله. أنا لفيت بره والله، هنا الأسعار ما شاء الله الله أكبر نزلت جامد، لأن أنا جيت من شهر كانت الأسعار عالية. احنا بنشكر طبعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادرة كلنا واحد اللي ابتدناها وزارة الداخلية. طبعا احنا بنسمع المبادرة بنيجي بصراحة، لأن احنا بنلاقي فيها الأسعار داخل المبادرة خارج المبادرة، خصومات ب 40% و60%. انا لو داخل معايا 200 جنيه بره المبادره ما بعرفش اجيبهم حاجه، لكن لو دخلت جوه المبادره بصراحه بلم اموري، بجيب السلع الاستراتيجيه اللي بيحتاجها اي البيت المصري. التدخل الفوري لدعم المواطن المصري ومساعدته ورفع الاعباء من على كاهله دور تلعبه الدوله المصريه ومؤسساتها بشكل بارز في السنوات الاخيره، وهو ما تجلى في هذه المبادرات الرسميه لدعم المواطن المصري. طب عشان نعرف أكتر عن الوضع الاقتصادي بتنضم لنا هاتفيا الدكتورة حنان رمسيس خبيرة أسواق المال. برحب بحضرتك يا دكتورة حنان. دكتورة حنان أنا سامع حضرتك، أهلا وسهلا. برحب بيكي وعايزة أعرف من حضرتك إزاي انعكست الإجراءات اللي اتكلمنا عنها على الأزمة الاقتصادية. طبعا كل سنة ومصر كلها بخير ورمضان كريم على العالم كله، وبإذن الله يحل السلام والأمان في كل أرجاء العالم. طبعا مصر اهتمت جدا بتوفير السلع الغذائية والحاصلات الزراعية لكافة المواطنين زي ما حضرتك ذكرتي من ذروة أزمة كورونا. طبعا في ظل أزمة كورونا وكان في غلق عالمي، كان احنا عندنا في مصر كان غلق جزئي، وقدرنا كمان بمبادرة المليون ونص فدان ان احنا كمان نزرع العديد من السلع اللي كنا بنستوردها من الخارج. يعني حضرتك هل تعلمي ان احنا بقى عندنا اكتفاء ذاتي في السكر بعد ما كنا بنستورد اكثر من 60% من احتياجات السوق المصري من السكر من الخارج. القمح كنا بنستورد يعني احتياجاتنا من روسيا واوكرانيا، لا احنا عندنا دلوقتي في انتاج قوي جدا للقمح
في موجود في الأبدنة اللي اتزرعت في 1.5 مليون فدان، ومتجهين إلى يعني خفض الصادرات من القمح الفترة القادمة، وده طبعا بيحقق نوع من الاكتفاء الذاتي الداخلي، وكمان بيعمل نوع من التوازن السعري بالنسبة للسلع اللي موجودة في مصر. حضرتك لو قارنتي السلع، هو ناس تزعل جدا من المقارنة ما بين الداخل والخارج، ولكن احنا هنذكرها بس ايه عشان ننوه ان الخارج فيه أزمة قوية جدا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، سلاسل الإمدادات، نقص السلع الغذائية. لنا أصدقاء في أمريكا بيتكلموا على أن مش كل يوم ارتفاع في أسعار الحاصلات الزراعية أو المنتجات الغذائية أو أسعار الطاقة، لا ده يعني بتبقى كل ساعة ليها. طيب يا دكتور حنان، إلى أي مدى قدرت الدولة المصرية في الإجراءات اللي اتخذتها في الفترة اللي فاتت وشبكة الحماية الاجتماعية من أن هي حقيقي تكون سند للمواطن المصري في ظروف اللي العالم كله بيمر بيها؟ طبعا الاجراءات انقسمت الى اثنين، ضم الى مظله تكافل وكرامه العديد من الاسر اللي محتاجه الدعم والرعايه، وده طبعا بيبقى محتاج ليه دعم مالي قوي جدا جدا، وكمان برامج لتاهيل وتدريب هذه الفئه لتلتحق بسوق العمل حتى يستدر الدخل عليها. ده جانب. الجانب الثاني طبعا توافر المنافذ البيع المتابعه للخدمه الوطنيه وللمتعاونين مع الدوله لكبح جماح التضخم وارتفاع الاسعار وتواجدها في كل مكان، يعني كل ما هتروحي محافظه هتلاقي يا اما منافذ الجيش يا اما منافذ الشرطه متواجدين بيقدموا يعني او وزاره التموين او المعارض. تمام. صحيح صحيح. انا بشكرك، شكرا جزيلا دكتورة حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، يعني كانت نظرة سريعة على ما يحدث عالميا ويعني مواجهة الدولة المصرية للداخل طبعا في أنها تسند المواطن المصري في ظل أزمة عالمية اقتصادية.